لو أمعنا النظر في هذا الكون الواسع لوجدناه في غاية التنظيم. نعم، إن كل شيء من حولنا يسير وفق نظام دقيق، مثل تعاقب الليل والنهار، تعاقب الفصول. هذه الدقة توحي بوجود قوانين ثابتة لنظم هذا الكون. وإن مهمة العقل البشري هي اكتشاف هذه القوانين، ولكن لكي يتمكن العقل من القيام بمهمته يجب عليه أن يحاكي هذا النظام ويكون منظما بذاته، أي أن يعمل وفق قوانين تنظم عمله. وهذه هي قوانين الفكر التي أشار إليها الفيلسوف اليوناني أرسطو. ولكي نفهم أهمية هذه القوانين ودورها في تنظيم عمل العقل، يمكن لنا أن نشبهها بالبرامج الأساسية التي تنظم عمل الحاسب، الذي يمكن أن نقول إنه محاكاة لآلية عمل العقل البشري. لقد أكد أرسطو على ضرورة تنظيم آلية عمل العقل ليبدو منسجما مع ذاته وخاليا من أي تناقض، مبينا كيفية الانتقال من مقدمات صحيحة إلى نتائج صحيحة. فصاغ قوانين للعقل، وهي قوانين الفكر الثلاثة. القانون الأول، وهو قانون الهوية أو الذاتية. ما المقصود بالهوية؟ رامي شاب في 17 من عمره، طالب في الصف الثالث الثانوي الأدبي. هو ذاته رامي الذي كان يتعلم المشي والكلام منذ 16 عاما، وهو ذاته رامي الذي قد يكون بعد 50 عاما وشعره أشيب. إذن رامي هو ذاته، مهما تغيرت صفاته، قد يزداد طول رامي أو وزنه، قد يشيب شعره مع الزمن وتظهر التجاعيد على وجهه، ولكنه يبقى هو هو. إنه ثبات الجوهر وتغير الأعراض. فالتفاحة هي التفاحة مهما تغير لونها أو شكلها، والإنسان هو الإنسان، جوهره ثابت وهو العقل مهما اختلف لونه أو شكله. ويمكن أن نعبر عن قانون الهوية بصيغتين اثنتين. الأولى الصيغة الرمزية، ألف هي ألف. أما الثانية وهي الصيغة اللفظية، الشيء هو ذاته أو ما هو هو. فالماء هويته ثابتة وإن تحول إلى ثلج مثلا. أما القانون الثاني الذي وضعه أرسطو فهو قانون عدم التناقض، فلا يجوز أن أقول إن الجو ماطر وليس ماطرا في الوقت نفسه ومن الجهة نفسها. ولكن لا يجوز أن يجمع الجو صفتين متناقضتين في مكان واحد وزمن واحد، إذن لا يصح أن يصدق النقيضان. صيغته اللفظية هي الشيء لا يجوز أن يتصف بالصفة ونقيضها في الوقت ذاته. أما صيغته الرمزية فهي ألف لا يمكن أن تكون باء ولا باء في الوقت نفسه ومن الجهة نفسها. فالفكرة لا يجوز أن تكون صحيحة وغير صحيحة في الوقت نفسه. والقانون الثالث هو قانون الثالث المرفوع، فالباب إما أن يكون مفتوحا أو غير مفتوح، ولا يوجد احتمال ثالث، فالاحتمال الثالث مرفوع أي مستبعد. والصيغة اللفظية للقانون، الشيء إما أن يتصف بصفة أو بنقيضها ولا يوجد احتمال ثالث، فألف إما أن تكون باء أو لا باء ولا يوجد احتمال ثالث. وهذه هي الصيغة الرمزية. إذن قوانين الفكر هي ثلاثة: الهوية وعدم التناقض والثالث المرفوع. وهذه القوانين الثلاثة تكمل بعضها. ثم أضيفت لاحقاً مع تطور العلوم الحديثة ثلاثة قوانين، هي السببية والحتمية والغائية.
القانون الأول، السببية. لو قلت لك أن نزول المطر حدث بلا تشكل الغيوم، هل تصدق؟ نحن نتساءل دائماً عن أسباب الحوادث، لماذا تأخرت؟ لماذا حدث ذلك؟ فقانون السببية متداول في حياتنا اليومية، والمقصود به أن لكل حادثة سبب يؤدي إلى حدوثها. إذن تتابع الحوادث محكوم بالعلاقة بين المسبب والنتيجة، لأن السبب والنتيجة لا يتعاقبان فقط، بل يتطلب كل منهما وجود الآخر، لأنه لا شيء يحدث صدفة أو بشكل عشوائي. إذا استيقظت صباحاً وأحسست بأن حرارتك مرتفعة، ما السبب يا ترى؟ إذا قلت أن السبب هو أرواح شريرة سكنت جسدك، فهذا سبب خرافي وهمي، وإذا قلت أن السبب هو جرثومة انتقلت إليك، فهذا سبب علمي. لقد اعتقد الإنسان المصري القديم أن سبب فيضان نهر النيل هو غضب إله النيل، وهو سبب خرافي، فقدموا الأضاحي لإرضائه. أما السبب العلمي فيقدم تفسيرات منطقية. ندخل إلى القانون الثاني، وهو الحتمية. كلما تكرر وقوع الأرض بين الشمس والقمر، سيحدث حتماً خسوف القمر. فالأسباب ذاتها في الظروف ذاتها تعطي النتائج ذاتها حتماً، وإذا عرفنا الأسباب والشروط سنستطيع التنبؤ بالنتائج. فالحتمية تنطوي على التنبؤ بالمستقبل، لأن معرفتنا بشروط حدوث الظاهرة تمكننا من التنبؤ إن كانت الظاهرة ستحدث أم لا. وللحتمية دور في ميدان العلم والمنهج العلمي، لأنها تمكن العلماء من الاستقراء والتعميم التجريبي. كقول العلماء، كل المعادن تتمدد بالحرارة بعد إجراء التجارب على كل المعادن. القانون الأخير هو الغائية. الطالب يدرس لكي ينجح، والفلاح يزرع لكي يحصد، فلكل شيء غاية. ويعد أرسطو أول من عرف الغائية بأنها المبدأ الذي تتحرك الأشياء بمقتضاه نحو تمام صورتها، فتمام صورة البذرة هو أن تصبح شجرة. إذن قوانين الفكر هي 6 قوانين، 3 صاغها أرسطو، الهوية وعدم التناقض، والثالث المرفوع. أضيفت لها 3 قوانين أخرى مع تطور العلوم الحديثة، هي السببية والحتمية والغائية. ولهذه القوانين الستة 6 خصائص، هي ضرورية لأنها تفرض نفسها على الجميع ولا يمكن التفكير بطريقة مخالفة لها. مثال: لا يمكن التفكير بطريقة تخالف القول بأن الكتاب لا يمكن أن يكون مفتوحاً ولا مفتوح في الوقت نفسه، وفقاً لقانون عدم التناقض. ثانياً، قبلية، لأنها سابقة على التجربة. مثال: الإنسان يدرك عقلياً أنه لا يمكن الجمع بين صفتين متناقضتين كالوجود واللاوجود في شيء واحد، وفقاً لقانون عدم التناقض، حتى قبل حدوث التجربة الواقعية. ثالثاً، صورية، لأن صدقها مستقل عن مادة الموضوعات الجزئية التي نفكر بها. مثال: الطاولة هي الطاولة، وفقاً لقانون الهوية، أي أن صورتها في الذهن ثابتة بغض النظر عن المادة الجزئية التي صنعت منها، حديد أم خشب. رابعاً، بديهية، لأنها واضحة تماماً ولا يمكن لعاقل إلا أن يسلم بها. مثال: القول بأن المطر لا يهطل دون سبب واضح وبديهي تماماً، وفقاً لقانون السببية. خامساً، صادقة بذاتها، لأنه يتعذر تصور نقائضها ويمتنع البرهان عليها. مثال: القول بأن هوية الإنسان ثابتة رغم تغير شكله أو صفاته لا يحتاج إلى برهان. سادساً، كلية، لأن كل الناس يستخدمونها صراحة أو ضمناً وفي كل الظروف. مثال:
كل الناس تستخدم قانون السببية يومياً كقولي مرضت بسبب انتقال العدوى إلي من زميلي المريض. دعونا الآن نستعرض قوانين الفكر الستة: الهوية وعدم التناقض والثالث المرفوع، بالإضافة إلى القوانين الثلاثة التي أضيفت لاحقاً وهي السببية والحتمية والغائية. ودعونا نتذكر أيضاً خصائص هذه القوانين، وهي ستة خصائص أيضاً: ضرورية وقبلية وصورية وبديهية وصادقة بذاتها وكلية.